مسجد كان ليش اخويا المكان كان ومكان كنا نبي نتنادي سلوغون بي عليه الصلاه والسلام صدح مع المطوار كان الهي كبري اسمين ثلاثه اربعه نبي الدعاء دي سوى الله اقبلي اربعه دي بين الظهر والعصر صلاه العصر هي الظهر كان احضض الله اقبلي هل كان ربينا كره ان شاء الله دوش الى ان دبي اسلام ملي رسره علي لا بورت الصرع علي لا بورتان جبل السلع جبل السلع هل كان ومساجد تضوضها ماشي مساجد كيرك هذا سعد النودو وحلو يقنا مسجد سلمان الفارس حق فوق اليرير جنا صوت اللي هو بحيي مساجد علي بن ابي طالب عمر بن الخطاب سلمان الفارس وحوي نم والبا ماشي كجر الدفاع حلق قالوا اي سو هجوم اي هل كان نم والبا ماشي كجر الدفاع مكان كي وحلو بحيي مسجد لوغو مقعدري هل كان دفاع او جري سلمان الفارس من اول بصحابي ماشي اسوي جروب كيسا يدفع وجهنا ما لو ما قاعد راي مسجد يرقى ولا قد يصير يا معوين وخندق مدول بصاص لو ما قاعد راي لكن مسجد الفتح وقد وين هي هو كره وماشي نبي كو هباري قالاس الى هي كو بس غوني يا سوليه ان شاء الله تعالى انه اوضع في دون بين غزوه الخندق وحيد عضي سنه كي شناد هجري عين قد عدي هلك كان وحين سببت وها مركا يسوع ويرن قالد قريش يهودي بن فريدة ورسول كبلن توقع بحي يبقى قبائل كلا ومقالة قوضون كلي سيقوى تخلصان مسلمين تا النبي محمد وخركا عليه الصلاة والسلام كدي مركا يارين تاستيمد وحايم الدور كي سلمان الفارسي سلمان الفارسي وها نن حقيقة ذا كني من فارس وحوها ننتبك عابدة أو ثانية مركهم كدي من الدين تكريستان قوقات كدي من السفر بوقال يسوق رادي النبي حقها وقدم بيام بيد إله كدي من روحه كه لي هل كان هل كان وسيدي من سلمان الفارسي فكرة باكو صاد على مركي عريري قوي من قالة مقالة الصو حريرية نجبوضومية وحي رسول كلا فكرة باكو كان اللي قيقان عدو السلام ناصر ويرره قد بان قدرنا عنا قي عدو قنور دحي وزن السوف الجوري رسول قواب فكري فكرة دي بقول راعي سلمان كدب لقد بان القضي خندق قمر قام حي وقدد كماشا لقى قضي عدو قسوس قدوين حق مسلمين برتبا لوغو ما قعدري غزوة خندق اما غزوة احزاب اسبهيسي سورة احزاب غزوة داس هي قرار كأيلة حيب هي مسلمين تسلا اي يعني قالوا ذو قطة لقلن يقول تخلصان إلى هاي أول شيء سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم وحقوا ذكر قد كين أسرقي سحابة سقراء بالبقضي نبي وحقوا ذكر قد كين سحابة عليه الصلاة والسلام وحسوا قاضي ذاك حانتي كسودها يا اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة يولي عليه الصلاة والسلام أعدوين كده عليه حل قاسوا حكم لها سحابة يمركي قد كبضي ميل تقح يا لمري واي نبي قال له ديما الله اكبر قلت لك يا حواك انا تبع اللعبك يا سيدي النبي وحول لي وحا لي تسيا فرياش الشام وحا لي تسيا فرياش اليمن الباب دي صنعاء مغضه كسرى يا قيصر وصورته دي باين مغضه انا فرضهم الله اكبر سلمان الفارسي منكم يا بيا سو اركيا اللعبك بحي دغخ يقول لك اي حي سحابه جميع واي نبي صاف واجب بقى يقول حرم صحابه النبي عليه الصلاه والسلام فلحان لا تقدرت لاجل الاسلام كسب غوريسو برتي اي غزوه داس كدعدي با لو ما قدري غزوه الخندق وانا خلك اه هذا ما انت جوجو كان هو جامع الخندق والله ما غابا لكن مساجدتي اصلا كاي ماشي مرابطين تاع اي كهاي مسلمين لو ما قدري سلمان فاطمه الزهراء علي بن ابي طالب عمر بن الخطاب يفتحي او كان فتحي هو كان دويا مركي عجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم مركي غزوة ذا أنا ما كان يسوى أنا مسلمين تا مسلمين تغير قال هذا يسوس أبو هاي صدي حالته قل في سن عبسي مرافقين تهال كاسة واحد ما ذي ودنيه مسجد كان ليش هو يلا مكان كان ومكان كنا بيجي تندي سلوكهم ذي إلا هو جميع عيدهم كوا هاي مسلمين هل كان تندي سلوكهم ذي عليه الصلاة والسلام صدح مع المطهر كإله كبري اسمين ثلاثة أربعة وقال هذا صو ويرتي إن إلى هيك بيا سيء بشاسي وحرني سنة وقعدوا من يين
أنا أركين قدرت كان قصة كي مسلمين تيسو أسو قد بكرين إلهي الدبايل بكر دو ولذلك وسجى النبي همين همين هذا كمل قضاه عليه الصلاة والسلام يا أنت أتجا قال هذا وركوا ذي سوق هذا صلى الله عليه وسلم سحابة حلب وقبو برف قضاية النبي عليه الصلاة والسلام هل كان بو كجرا عدو مسكا إلى لنيا صلى الله عليه وسلم مركا سحابة عليه الصلاة والسلام وسجى كويري يا وركوا ذي كني يوحي كشاك يسليا إلهي واسلك صدر مركا دمبي دبايله يا جنود لم تروها تنوي يكوني ما إلهي بربريي وايك كرا عرنا يكرا فيكي نبي قد دعادي سوح الله أقبلي أربعة بين الظهر والعصر صلاة عصر هي الظهر قد نحضوض الله أقبلي اثنين تبو بريي ثلاثة تبو بريي وحا دعادي إن إلهي دعادي سأقبله أربعة صلاة الظهر هي صلاة عصر انتو بحيسا لذلك الرئيس مدينة وحايا هايان أخرين أدك مركي كنت ماضو هل كان إيمان شيرين ماشي النبي يقول إلهي كبري كبري جري ما أنت أربعة عصر في ظهر كون رحشة عدد ولا أكبر جري سيدا قدرت سحابي جابر بن عبد الله وحورن جري أرين يقول مطي ما دون مروق إيه نبقى إلا ماشي أنا أرسو جهيسة ما أنت أربعة عصر في ظهر كون رحشة إلهي ما أنا كبري إلهي نوائقة أجيبة وماشي إلهي أجيبة نبي إسم محمد عليه الصلاة والسلام سيدك دقا منطقة طانواتنا منطقة خندق أحزاب ورهنا كهرة رئيسا وراه وعلى يجرب السلع اللي يرى هذا غص وضوء أما مكان كم حكروا له قالنا جوجلها كبارك أنت تدمر هذا المسجد سبع مساجد تدمر هذا المساجد تدمر هذا المساجد المساجد وين ما هنا واقوى يريكا لوجو مقعدري علي عمر فاطمة ديو سلمان الفارسي كم تدمر هذا لوجو دروع ومساجد القبلتين واسمع عبار كوتشي هل كان المعجزه يبدا ما كدعي يا نبي محمد عمر يا هل كان الرفات كان يا دبكا وما حي شرف باو رفات كان يا كولين كانوا سدا كترا يا عرضانو سدا امكانيات كده وير يحي صلى الله عليه وسلم وحان الرجين يا قف كسو مسلمه انو قضي النبي محمد عليه الصلاه والسلام هذا المدينه ما دي الهي كو زيارته كو قرنا المكان كاتب هذه كون الدعاية ستي كون العبرة قادتي وكون يأفر بقول أصلا كهر سنة سنة هجرية غزوة خندق مركا غزوة ده ستعرف لنا وقت حالة هذا سورة الأحزاب بينه وإلى ما تفسير كذا أخلص معنى هذا فهم قال قرني سا تغيير ذا كوره إلى هنا وحنا تصي مشارق الأرض ومغاربها إن دين تنا يجاري دون فا إلى هنا وحنا تصي نبي صلى الله عليه وسلم وقت منطقة هذا الدين عكران صفوري بورتي واتنا حلقي غزوة الخندق وهو مسجد الفتح المسلمين في الدنيا سيدان وما أحيي المسجد لكن تاريخ خام بألوم بتريا أولوبسي لكن هو مكان كي تنده رسول كل المضي ما ننتي أحزاب يوم الخندق ما ننتي إلهي رسول في سبب كاري هل كان بور كان هدام في إلنا وحاقو قرن مسجد كان مسجد الفتح مسجد كي قرقار كي فرشلة وحور دعام منطقة غزوة الخندق دولان في خندق وحنا لقوم قاعدة مسجد الأحزاب أما مسجد الأعلى مسجد ملسر الصارم مسجد الأعلى وقصص الرياق وكله وكرا وحنا كم بديها ماشوا الرسول قلت كذي صلى الله عليه وسلم تين نظر اللقوم ذي غزوة الأحزاب وحنا هل كانوا دو لحم يراد وكله ومساجد السبع لو يغنى لقوت بدي ما نداس ميدل بنا وحلون اسبياه صحابتي ماشاسي دفاع وقتك تسيرا ابو بكر عمر رضي الله عنه علي سلمان الفارسي سعد بن معاذ ومركي دمنا فاطمة زهراء اللهم بحيا سيارة هل كان وحالة لسي مساجد داني مساجد تاريخي كها يا رسول الله على قد الله حلقي واميرك كها مدينة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه امر كاسنه بحيا خليفتي اموين دا وليد بن عبد الملك هل كان مركب مساجد ناس عام خطاي وانا منطقة تاس وانا منطقة غزوة الخندق هل كان عدوها إلى القرآن في سكسو تجي يعني انت أربعة عصر كأي دور انت ولا حيسا إمو لبرع كنتك إلهي قري إلهي أم هاد علي أظن بلان أظن وراي برسول كلاي وحكات شقيني رفادي إلى الدنيا آخرة بالبال هل كانوا إلهي كبري نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تابني سلوكم وصوص الرسالة عيد فرواسي عدو من الدين عسى جو قلت له وقف هل كانوا مركو مير سروا مير سروا الله قلت له تندر عليه سلام وسلام وفور تصل كذا هذا